سوق مصري ضخم، وبالتالي سوق استراتيجي. بنتكلم على المزايا، مزايا الاستثمار في مصر من حيث القرب الجغرافي والثقافي من الأسواق الاستراتيجية حول مصر، زي السوق العربية أو السوق الأفريقية أو السوق الأوروبية. مصر على بعد 5 ساعات طيران من أكثر من 70-80 عاصمة، فبالتالي ده في حد ذاته فرصة استثمارية. لدينا احنا بنخرج 500,000 خريج كل سنة، حوالي نصهم في مجالات هندسية ورياضية وتكنولوجية، وبالتالي قاعدة الموارد البشرية المدربة في مصر قاعدة عريضة ومهمة. التدريب ما بعد التخرج على قدم وساق، بنحاول نستفيد فيه، نحاول نؤهل عدد أكبر من الكوادر في جميع أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء الروافد المنخفضة القيمة ولكن كثيفة العمالة، أو الروافد عالية القيمة زي سلسلة الكتل، زي البرامج المدمجة، زي الحاسبة السحابية، زي تحليل البيانات وعلم البيانات، كل هذه الروافد عالية القيم. فاحنا بنتكلم على الكوادر المصرية المؤهلة والمدربة في هذا في هذه التخصصات، وفرص الاعتماد عليها. طبعا بنتكلم على انخفاض الكلفة في مصر مقارنة بالدول الأخرى، وده طبعا أحد ثمار سياسة الإصلاح الاقتصادي اللي مصر متبنيها.